ننتقل الآن مجددا إلى مراسلنا علاء الحديدي من الدائرة الإعلامية للبرلمان. علاء، الكلمة لديك، هل من تطورات جديدة، تفاصيل جديدة فيما يتعلق بالجلسة؟ أهلا بك زينة مجددا. زينة، لغاية هذه اللحظة الهدوء هو يتسيد الموقف سواء داخل أروقة مجلس النواب أو حتى في قاعة الجلسة. الجلسة الأولى هي بمثابة أو الجلسة الثانية بمثابة هي جلسة نبض للقوى السياسية للنواب الذين مستمرين لغاية هذه اللحظة بإجراءات التصويت بالكابينات بالإجراءات اللوجستية على المرشحين لتسنم رئاسة منصب مجلس النواب أصالة، وتنحصر المنافسة كما أشرنا في بداية التغطيات السابقة بين السيد محمود المشهداني والسيد سالم العيساوي. عندما تنتهي هذه الجولة ويتم إحصاء عدد الأصوات على ضوئها يتم التقرير، أما أن تنتهي الجلسة عند هذه الجولة بحصول أعلى المرشحين أصواتا الذي يبلغ عدد هذه الأصوات من المفترض وفق النظام الداخلي لمجلس النواب وفق الأمور القانونية والدستورية يجب أن يحصل المرشح على 166 صوت من التأييد حتى يتم انتهاء هذه الجولة ويتم إعلان الفائز برئاسة مجلس النواب. لكن كل التوقعات وكل الأمور التي تحدث بها النواب تشير إلى أنه لدينا جولة أخرى بعد انتهاء هذه الجولة، وهنا سوف يعني تظهر بعض المفاجآت أو تظهر بعض الأمور المخفية خلف الاتفاقات وخلف المفاوضات السياسية، على اعتبار أنه اعتادت الجلسات التي تشهد مثل هكذا تصويت يعني غير واضح المعالم أو غير واضح الاتفاقات قبل بدئه أن تشهد هنالك بعض المفاجآت في هذه الجلسة. لذلك الاستعدادات الأمنية والاستعدادات على مستوى النزاهة وغيرها من هذه الأمور التي نشرها مجلس النواب قبل انعقاد الجلسة هي أيضا قائمة لغاية هذه اللحظة. أرادت الكتل السياسية قبل الدخول أن تحدد وجهتها من خلال المفاوضات التي استمرت لأكثر من 6 ساعات، لكن بالتالي دخلت جميع الفرق من جميع المكونات بتوجهات مختلفة، لذلك نحن أمام مشهد ضبابي غامض لغاية هذه اللحظة. حقيقة نحن في الدائرة الإعلامية كصحفيين وكممثلين عن وسائل الإعلام وحدنا فقط نتواجد هنا، لا يوجد حضور لأي نائب حتى نستطيع الحصول على معلومات جديدة. الجلسة هي منحصرة الآن بقضية التصويت والإجراءات مستمرة لغاية هذه اللحظة في هدوء حذر، يترقب مفاجآت ويترقب أيضا أمور أخرى قد تظهر خلال هذه الساعات.